الفترة دي الحقيقة كانت فترة يعني مش عايز أقول إنها عصيبة، لكن كانت قاسية شوية، لأنه أنا متخرج من الجامعة وعامل عروض في الجامعة واخد جوائز في الجامعة كتير، ومعتقد إن الباب هيبقى مفتوح. قعدت فترة طويلة على ما أخرجت أول عرض باسمي. كان إيه؟ كان ضرب عسكر، وكان في المسرح المتجول. ضرب عسكر دي قصة دكتور محسن الصلحي رحمه الله عليه. والحقيقة أيامها هذا العرض عمل ضجة ضخمة جدا، برغم أنه كان في قاعة صغيرة بتشيل حوالي 80 متفرج، لكن سمع وعمل أثر لدرجة أن في بعض النقاد قالوا المسرح ما قبل ضرب عسكر والمسرح ما بعد ضرب عسكر، وقالوا عليه أنه أفضل عرض في العشر سنوات الأخيرة. قالوا عليه كلام كبير جدا الحقيقة، وهو كان اتجاه مختلف أيامها. ضرب عسكر بالنسبة لي كانت البداية أو النقطة الأولى، لكن أنا ابتديت قبلها في القطاع الخاص. كل المسرحيين عادة يبتدي في القطاع العام بعدين القطاع الخاص يخدم. أنا العكس، ابتديت في القطاع الخاص وبعدين قطاع عام، وده بفضل يعني اتنين أنا بدين لهم بالفضل كبير قوي، أستاذي وأبويا الأستاذ حسن عبد السلام المخرج المسرحي الكبير قوي، والفنان الجميل رحمة الله عليه جورج سيدهم، هو اللي اداني اول فرصة اخراج الحقيقة في القطاع الخاص. في القطاع الخاص كانت مسرحية ايه؟ كان اسمها درويش يتألق فرحا، وكانت مسرحية للتلفزيون. وكانت يعني فيها بس قطاع خاص كان فيها نجوم كبار قوي، كان الاستاذ جورج والاستاذة نبيلة السيد والمرحوم محمد رضا والاستاذ سامح السريطي ومدام نادية فهمي، كان كاست كبير يعني. فده ده 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 كانت دفعة قوية جدا بالنسبة لي. ايامها كنت يعني قبليها بقى كنت بقعد مساعد مخرج ونفسي اخد فرصه فبقعد اعيط بقى. طب نرجع لضرب عسكر. كفكف دموعك. ضرب عسكر، ما قبل ضرب عسكر وما بعد ضرب عسكر، ليه كانت ضرب عسكر نقطه فاصله يعني في مسيرتك؟ ضرب عسكر نقطه فاصله لانها نمره واحد. تكنيك اللي انا استخدمته فيها يمكن تكنيك كان ايامها جديد قوي. ثانيا هي كانت بتتكلم عن موضوع تاريخي، كانت بتتكلم عن تاريخ الارتجال في مصر لغايه 1906 لما تقريبا الارتجال، او 1910 لما الارتجال تقريبا اتمنع او مات في مصر. الفتره دي ما كانش حد يتكلم عليها يعني. تأصيل للمسرح الشعبي المصري، دي نمره واحد. نمره اتنين اسلوب اللي انا استخدمته برغم ان هي قاعه صغيره كان اسلوب جديد في الاخراج، وبالتالي كانت بقت موضه يعني. بعديها بس كانت مغامرة في الأول طبعا. طبعا أنا أيامها كنت بعملها وإحساسي أنه يعني ممكن النقاد ما يعجبهمش لكن الجمهور يعجبه، لكن الحمد لله عجبت الاتنين. طب لو تدينا نبذة يعني إيه التكنيك عبارة عن إيه؟ هو خدت روح المسرح الشعبي. المسرح الشعبي بيستعمل اكسسوار عدة استعمالات، يعني ممكن حضرتك في مشهد تبقى ماسك المنشة على انها منشة، وفي المشهد اللي بعده تبقى خنجر او مروحة او يعني الاسلوب ده، زائد الخلط ما بين الحقيقة والتمثيل. يعني الناس كانت اثناء العرض كان بيحصل خناقة بين الممثلين، واحيانا كان الجمهور يقوم يحوش وهي مقصودة. زائد التفاعل الشديد مع الصالة، يعني كان في مشاهد بيحصل فيها تفاعل مع الصالة، وهو العرض كان جوه غرفة جوه قاعة كده صغيرة قوي. لكن كانت طريقة ان مفيش ديكور او استعمال الاكسسوار باكتر من طريقة، واستخدام انه توحي بان في ديكور. يعني احيانا كنت بستعمل الكراسي وكأنها بواب، انهم كرسيين بظهرهم كده فيروحوا ماشيين الممثلين فاتحينهم كأنهم دخلوا من الباب. فكانت أيامها هذا الخليط ما بين الخيال والواقع كان خليط جديد.